قدم القسم النفسي بمستشفى راشد الخدمات التشخيصية والعلاجية للأمراض النفسية من الصغار والكبار. تتكون خدماتنا من 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 قسمين، القسم الخارجي العيادات الخارجية والقسم الداخلي العيادات للحالات الطارئة. يقدم القسم أيضا عندنا فريق متميز يسمى بفريق علاج الخدمات المنزلية النفسية، يتكون من طبيب وممرضين وأخصائية اجتماعية. يقوم الفريق بزيارة المريض في بيته وتقديم الخدمات العلاجية والاجتماعية. الحمد لله في عندنا وسائل مساعدة كثيرة، نحن مستعدين ان نساعد الناس اللي يعانون من اي اضطراب نفسي لتشخيص الحالة والعلاج، وكل ما كان التشخيص أبكر كل ما كان نتائج العلاج أفضل.